القاعدة السادسة: لا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته. لا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو قال فقد أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ورب الكعبة. فإذا الحلف بغير الله محرم مهما عظمت منزلة المحلوف به أيا كان، لكنه عبادة لا يجوز صرفها لله عز وجل. لا يحلف لا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالرسل ولا بالأولياء ولا بالصالحين، كل ذلك من الأمور المحرمة. فلا يجوز أن يقول الإنسان والنبي أو العيش والملح أو الكعبة أو الملائكة، أو يحلف بالشرف أو بالأمانة أو برأس أبيه أو أمه أو بوطنه أو بحياته أو بحياة فلان وفلانة، أو يقول في ذمتي ويقصد بها اليمين، أو يقول في عيوني أو بعيوني ويقصد بها اليمين، أو قوله بحياتي عندك ويقصد بها اليمين، كل ذلك من الكفر والشرك بالله عز وجل. فإن قلت هل هو من الكفر الأكبر أو من الشرك الأصغر، فأقول هذا حسب ما يقوم في اعتقاد قلب الحالف. فإن حلف بغير الله معظما للمحلوف به كتعظيم الله عز وجل فإنه يكون بذلك كافرا، وأما إذا حلف بمطلق التعظيم للتعظيم المطلق فإنه يكون من جملة الشرك الأصغر. وفي الحديث: من حلف فقال في يمينه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وفي الحديث الآخر: من حلف بالأمانة فليس منا. فجميع العبارات والألفاظ والأيمان التي يحلف بها بغير الله عز وجل فكلها لا تجوز.